يا أهلا فيكم. لا تزال تعويضات الأخطاء الطبية كما يرى البعض أقل من حجم المعاناة التي يواجهها المريض، والذي يجد نفسه في كثير من الحالات غير قادر على إثبات الضرر الذي وقع عليه أمام الهيئة الصحية الشرعية، وهي الجهة المختصة بتقدير تعويضات الأخطاء الطبية. نتابع في التقرير التالي أحد الذين وقع عليهم خطأ طبي لكنه لم يعوض عن ذلك حتى اليوم على حد قوله، وهذا يعيد فتح ملف إغلاق أحد المستوصفات في جدة قبل نحو عامين لوقوعه بمخالفات شرعية ونظامية. التقرير بيشرح لكم القصة. كان جمال الجهني واحدا من ضحايا مستوصف أغلقته وزارة الصحة قبل نحو عامين في جدة، خطأ طبي كلفه الكثير ولا يزال دون أن يحصل على تعويض جراء ما تعرض له. ثلاثة جلسات أربع جلسات لين ركب لي التركيبة السفلية، ما أخذ ولا صورة إشاعة، فبكلمه قال لي لا ما يحتاج إشاعة خلاص كل شيء أوكي. طبعا بدأت أشعر بألم في أسناني، بدأت اتواصلت معهم ففوجئت انه يقول لي والله المستوصف مغلق. كيف مغلق؟ قالوا مغلق بامر من وزاره الصحه وعليهم قضايا وعليهم مشاكل. فوجئ جمال باختفاء ملفه، وحين بحث في الانترنت عن وضع المستوصف اكتشف المخالفات الكثيره التي سجلت عليه من قبل وزاره الصحه. المستوصف منتهي ترخيصه وغير مجدد. طبعا ناهيك عن أوامر أشياء كثيرة جدا موجودة قانونية الشرعية فوجئت اللي مذكورة في جريدة المدينة، إجهاض سحر وشعوذة إصدار شهادات، يعني أشياء كلها يندى لها الجبين. المشكلة أنه في تقرير حق وزارة الصحة الغرامة اللي جاتهم 100,000 ريال فقط لا غير، رجل شغال 22 سنة صار ملتي مليونير، وطبعا هذا الشيء لا يعنينا، هذا رزقه تمام، ولكن رزقه بالحرام صاير. التكلفة لإصلاح إسناني وإصلاح الضرر حسب الفاتورة حقتهم 31,000 ريال تمام، هذه نقطة. النقطة الثانية وجود ما يعادل 9 خراريج طلعت تحت التركيبات 13 سن اللي غيروا لي هي تحتها 9 خراريج، هذا كلام حق وزارة الصحة. وتبقى آلية التعويض وقيمة الغرامات موضع جدل، إذ يرى الكثير من المحامين والحقوقيين أن مبالغ التعويض في قضايا الأخطاء الطبية غالبا لا توازي حجم الضرر الواقع. للحديث أكثر عن هذه القضية أو عن هذا الملف بشكل عام ينضم معنا من استديوهاتنا في جدة المحامي والمستشار القانوني أستاذ محمد الطويرقي، كذلك بيلتحق بنا هاتفيا بعد قليل المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الأستاذ مشعل أربعان. خليني أبدأ معك أستاذ محمد، يعني تعليقك على اللي شفته في التقرير ومعاناة هذا الرجل مع هذا المستوصف. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء تحية لك والسادة المشاهدين الكرام. طبعا هو مسلسل مستمر منذ سنوات، موضوع الأخطاء الطبية لا زال مستمر. طبعا طالب الكثير من الحقوقيين في فترة ماضية على مسألة تعديل النظام، نظام المهن مزاولة المهن الصحية، تم تعديل النظام لكن ظلت مسألة تقدير التعويضات هي اللي محل جدل إلى الآن. يعني تجد أن هناك أخطاء طبية حدثت لكن التعويضات لم تكن بقدر جسامة الضرر إن صح التعبير. يعني وأعتقد أنه المبرر أو قد يكون هناك تصور أنه هو خطأ في النهاية وليس شيء متعمد مثلا، قد يرى أنا أقول هذا، لكن إلى زالت الآن الأخطاء الطبية تحتاج حقيقة إلى تقنين مثل هذه التعويضات، تقنين واضح وشفاف بالنسبة للجميع حتى يكون هناك ردع بالنسبة للممارس الصحي من جهة، ويكون أيضا للواقع عليه الضرر يعلم عندما يقع عليه خطأ أن هناك مثلا تعويض مقداره كذا سيحصل عليه ويعرف جميع حقوق. عندما تتجه إلى الآن لدينا نظامين، مثلا نظام مزاولة المهن الصحية المتعلق بالأخطاء الطبية من جهة، ونظام
المنشآت الصحية من جهة تجد النظام المهنة المنشآت الصحية مقنن، تجد أنه مثلا هناك عقوبة إذا كانت المنشأة عملت بدون ترخيص مقننة العقوبة 100,000، إذا كان وجدت أنه هناك طبيب يعمل بدون ترخيص أيضا مقننة، فما المانع أن تكون هناك عقوبات يعني أو تعويضات مقننة؟ إحنا ما يعني إذا كان المسألة مسألة أنه ديات أو تعويضات أو كذا، إحنا الدية دية المسلم أو في حالة الوفاة محددة في الشرع، فما المانع أن يكون، أنا أتكلم الآن عن الأخطاء اللي أضرارها غير يعني تلف عضو أو القرش والجناية، هذه قد تكون محددة كديات، معروف يعني أنه لو لا سمح الله تلفت اليد لهناك دية، لو تلفت مثلا العين لا سمح الله دية، لكن نتحدث عن هناك أخطاء تحدث مثلا قبل فترة لفافة من الشاش في بطن مريض استأصلوا تقريبا الجزء من الأمعاء، هذه يجب أن تقدر يكون لها تعويض مناسب، فلا زال المسلسل مستمر ولا زال هناك الكثير من الأخطاء الطبية والتعويضات التي تحتاج إلى إعادة نظر بالفعل. طيب محمد خليك معي، انضم معنا مشعل ربيعان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. أستاذ مشعل مساك الله بالخير. حياك الله، مساك الله بالنور. خليني نرجع مشعل، أو شكرا لتجاوبك معنا، خليني نرجع لملف إغلاق أحد المستوصفات في جدة، يعني هذا المستوصف اللي سبق أن حكينا عنه، نتكلم عن الآلية في تقدير الغرامات لمن تضرروا من هذا المستوصف. طبعا خلينا نبدأ من الخطوة رقم واحد، إغلاق المنشآت الصحية الخاصة أو حتى الحكومية يتم بعد زيارة مفتشين من وزارة الصحة لهذه المستشفيات أو المنشآت الصحية بشكل عام، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات وزارة الصحة. الاشتراطات طبعا على أكثر من فئة، هناك مخالفات يعني تدعى مخالفات جسيمة، وهناك مخالفات أقل فأقل فأقل، لكل مخالفة مبلغ معين أو عقوبة معينة تتم أقصاها هو إغلاق المنشأة وسحب الترخيص من هذه المنشأة. الأمر الآخر أنه إذا كان هناك متضررين سواء من أخطاء طبية أو مضاعفات أو عدم خدمة أو إهمال، هؤلاء يتقدمون طبعا باتصال على الرقم 937 وتؤخذ هذه الشكوى ويتم التحقيق فيها والتأكد منها من الطرفين، وفي حال كان هناك حق للمريض أو ذوي المريض فيتم إعطاء هذا الحق، وإذا كان هناك مثلا سوء فهم من قبل المريض أو ذوي المريض فيتم حل هذا الأمر مع هذه المنشأة. طيب يعني بعض المرضى المتضررين من هذا المستوصف اللي أغلق قبل عامين، يعني كان منهم ضيفنا اللي طلع في التقرير، اشتكوا من عدة أمور ومن معاناتهم مع هذا المستوصف، ومن ضمنها إتلاف ملفاتهم على حد وصفهم، وهذا الأمر خلاهم أو خلى عدم قدرة عندهم على إثبات ما تعرضوا له. تعليقك. لا يمكن أنه يعني وزارة الصحة تأخذ أي شكوى بعدم اهتمام، بل يكون هذا الأمر يعني حتى لو كان هناك إتلاف أو كان هناك تلاعب أو كان هناك إخفاء لمعلومات، فالوزارة حريصة على أن تأتي بالمعلومة مهما كان. في نهاية الأمر هذا حق للمريض، ونعمل كل ما نستطيع لإثبات هذا الحق. أحيانا قد يعني يكون هناك عدم وجود حتى في القضايا الأخرى، يعني غير وزارة الصحة، في أي قضية كانت إذا لم تكن هناك أدلة أو إثباتات على عمل معين، فقد تكون يعني الشخص اللي أمامك يتأكد وتتأكد أنه صادق، لكن ليس هناك ما يثبت. نحن نتعامل مع قوانين وأنظمة، نحاول قدر المستطاع أن نأخذ حق هذا المريض في حال توفر جميع القرائن وفي حال التأكد من ذلك، ولكن في حال أنه لم يكون هناك توفر ففي نهاية الأمر ما تقدر أنك أنت تثبت. طيب أمر مشعل ما في أدلة. طيب مشعل، المستوصف له سنتين مغلق، وإلى نعم. الآن إلى الآن لم تحلل يعني مشكلة المتضررين من هذا المستوصف. نعم، هناك كان هناك في تأخر بسيط في بعض القضايا في خلال الأعوام الماضية، ووضع من ضمنها حتى يعني الأخطاء الطبية وغيرها، وتم وضع مؤشرات أداء لتسريع هذه العملية بالتعاون طبعا مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية في هذا الأمر، كما تعلم أنه الهيئات الشرعية وليست فقط ممثلة من وزارة الصحة بل أيضا من جهات أخرى، تم تسريع هذه العملية وزيادة عدد الجلسات
والحمد لله قطعنا شوط كبير جدا في حل العديد من القضايا المتراكمة من أشهر وبعضها من سنوات. طيب هالمستوصف، خلينا فيها قضية هالمستوصف اللي له سنتين ما بعد حلت مشكلتهم، واللي يتهمون فيها يعني شفنا في تقرير يتهمون بالسحر يعني ومخالفات، يمكن 5 مخالفات وأنتم سبقا ذكرتموها يعني يوم أغلق، واستبشرنا خير بالتفاعل، لكن أن تبقى بعض القضايا عالقة يعني ويمر الوقت، يعني الإشكالية أو المتضرر الأكبر هو اللي يعانون، يعني مثل هذا المتضرر. أتفق معك. يعني ترى تفرق، ترى تفرق مع يوم، فما بالك بسنتين للحين ما بعد حلت مشكلتهم. أبي منك في هالملف ذا يعني تعطينا وعد، وش بتسوون فيه؟ احنا وزي ما قلت لك ما نعمل عليه انه نحل جميع القضايا سواء متعلقة بهذه المنشأة او غيرها بأسرع وقت ممكن. نعي تماما أنه مو حتى اليوم الساعة على المتضرر يعني مؤلمة وغير مرضية، لا له ولا حتى لنا. يعني ما نتمناه أن كل القضايا العالقة، كل القضايا الموجودة أن يتم حلها غدا، لكن نعمل بكل ما نستطيع الحمد لله. يعني أنا أحب يعني أذكر من خلال هذا البرنامج أننا قطعنا شوط كبير جدا في حل قضايا بعضها له سنوات. الآن نحن يعني كما ذكرت لك يعني قطعنا شوط كبير، بإذن الله تعالى ما يتعلق بهذه المنشأة سوف يتم حلها في القريب العاجل، وحتى ولو كان الأمر خارج أيدينا في بعض الأوقات، ولكن نقدم كل الاعتذار لكل من يعني تضرر من هذا التأخر الذي يعني تأكد أنه ما هو ليس بأيدينا، ولكن بإذن الله تعالى نعمل ما بوسعنا لإرضاء جميع المتضررين أو حتى والمواطنين في جميع الشكاوي التي ترد لنا. شكرا لك، إن شاء الله القريب العاجل ما يطول يا مشعل، يعني ما يكون القريب ويصير بعيد، إن شاء الله يصير قريب، وأتمنى إن شاء الله يكون من الصحة حزم وعزم فيما يتعلق بالأخطاء الطبية بشكل عام. هذا الملف اللي أكاد أجزم ومتفائلين إن شاء الله بوزير الصحة دكتور توفيق الربيعة أنه يضرب بحزم على الكثير من المنشآت الصحية سواء في القطاع الخاص أو حتى الحكومية. أنا عارف أن في مؤشر رضا قاعدين يسوونه ويطلعونه شهريا حتى لو كان فيه أرقام سلبية على الوزارة، هذه خطوة إيجابية، لكن أكيد الخطوة اللي تكون إيجابية أكبر هي أن تقل السلبية وتنمو الإيجابية عندنا، وأن يتقلص عدد الأخطاء الطبية يعني بحد كبير، بحيث يكون أندر من نادر يكون هناك خطأ طبي، لأن يكون تخوف أحيانا من الأخطاء الطبية أو حتى في تعويضاتها اللي هي المشكلة اللي الحين قاعدين نعرضها. أرجع لك محمد، يعني أخيرا خلي أتكلم عن الهيئة الصحية الشرعية، يعني هل تشوفها قبل شو مثلا ألمح مشعل، يمكن بحكم أنه ما يبي يعني يذكر الجهات الأخرى، لكن هل ترى الهيئة الشرعية أو الصحية الشرعية تسير برتم يوازي عدد قضايا الأخطاء الطبية، أما نداها بطيء بسبب أنه في أكثر من جهة حكومية، العدل والصحة يعني شركاء في هاللجنة؟ والله شوف، خلينا نتكلم يعني بمنتهى الشفافية والصراحة، عمل اللجان المشكلة دائما يعني يخرج عن المألوف ويحتاج إلى تنسيق وعضو وترشيح، والوزير يرشح عضو ووزير الصحة يرشح 4 أعضاء، هي تقريبا لجنة مكونة من 6 أشخاص رأسهم قاضي. عدم التفرغ في حد ذاته إشكالية في الإنجاز، وهذه يعني ليست بيد اللجنة كأعضاء، ولكن الناس تجتهد تحاول يعني يحدد جلسات يحضرون ما هو موجود يتم البت فيه، وحضرنا عندهم عدة جلسات ويطبقون النظام الموجود، يعطونك حق الاعتراض بعد كذا التسلسل النظامي لها. لكن تظل المشكلة أنه هذه اللجان يعني إحنا وصلنا إلى مرحلة اليوم عندنا عدد كبير من المستشفيات وعدد كبير من الأطباء ولله الحمد، والقطاع الصحي مع وجود التأمين أصبح في تنامي كبير. هذه النقلة تحتاج إلى أن يتم تفريغ لجنة طبية متفرغة بشكل يومي، يعني الآن الموجود الآن يفرغ القاضي تقريبا يمكن يضعون لهم يوم في الأسبوع أعتقد أو في الشهر جلستين فقط، لكن عشان أنت توازي كم هالأخطاء هذه تحتاج إلى أعضاء متفرغين شغلهم الشاغل هذه القضايا يتم الفصل فيها والنظر فيها، لأنه طالما أنها حتكون بترشيح وتنسيق مواعيد وقد هذا يحضر وهذا لا يعني حتخش في إشكاليات صعب تحقيق نتيجة معينة وإنجاز سريع يعني مقارنة بالقضاء العام. شكرا لك أستاذ محمد الطويرقي المحامي والمستشار القانوني، كنت معنا من استديوهاتنا في جدة.
شكرا لكم كذلك مشاهدينا الكرام لمتابعتكم لنا برنامج يا هلا. غدا إن شاء الله كالعادة يتجدد الموعد 8 مساء. أما بعد الفاصل الزميل يحيى الأمير بانتظاركم في يا هلا الليلة. في أمان الله.